لا لا بالعكس، من كافيه. أنا فنانة، أنا ما بعيش من غير فن، أنا بمرض لما ما يكون عندي أغنية، ما يكون عندي مسلسل. أنا هلأ عم بحكي مع شاشة إنه بليز بدنا عمل، حاسة نفسي فاضية ما عم بعمل شيء، مع إنه عم بعمل كل شيء. بس I love art. فناني شاملي، وبحب أترجم إحساسي ورسائلي واللي بدي أقوله من خلال فني. والفن لغة عالمية، ما في أجمل منها. حلو روان، أنت أيضاً بتتمتعي بموهبة الكتابة وأصدرتي بهالمجال رواية بعنوان كما لم تحب امرأة، بين الغناء التمثيل والكتابة، وين لقيتي نفسك أكتر؟ هلا أنا أول ما دخلت المجال قلت لك كنت أنا أكتب، كنت أحب الكتاب، كان عندي صفاء الذهن، كنت عايشة لحالي وما عندي مسؤولية، عندي وقت فراغ كثير، فكنت أكتب. لكن الحين مع الشهرة ومع المسؤولية ومع السفر ومع النطنطة من مكان لمكان، أكيد ما عندي صفاء الذهن إنه أنا أكتب شيء، وما عاد عندي القدرة إنه أنا أكتب شيء. فإذا بتلاقي حالك بالغناء والتمثيل أكيد أكثر. أكيد. قبل ما أطلع تاني فاصل إعلاني، بكل صراحة روان بن حسين بتقول إن هي نجمة الخليج الأولى بالعصر الحديث. من أي ناحية كفنانة؟ شو؟ كمغنية ولا كممثلة؟ نجمة الخليج الأولى بالعصر الحديث. أوكي، نجمة في أي مجال؟ بكل شيء، فنانة شاملة أنت. نعم نعم.